السلام عليكم. الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره، الطالب اللي في ثانويه عامه اللي كان واقف قدام بيته في حدائق الاهرام، قدامهم على طول او جنبهم في حدود مثلا 100 متر او 150 متر او 200 متر في محل كوافير وفي ارض فضاء قدامهم. الناس متعوده ان هي تركن عربياتهم في المكان ده، ولكن صاحب الكوافير والناس العمال اللي شغالين في الكوافير قرروا ان هم يستولوا على حته الارض دي زي ما بيقولوا غصبا عن عين الناس، محدش يركن فيها ومحدش يقف قدام الحتة دي خالص، وخصوصا ان المحل زي ما قلنا خاص بالكوافير. المهم في الوقت ده كله الراجل جاي بيركن عربيته قدام المكان ده، حصلت الخناقة ما بينه وما بين العمال المتواجدين داخل الكوافير. في الوقت ده كان زي ما قلنا الطالب اللي في ثانوية عامة واقف هو واصحابه، دخلوا بعدها لقوا الخناقة كبيرة، كانت فيها الشوم وكانت فيها الالات الحادة. الطالب اللي في ثانوية عامة وهو واقف جت على دماغه شومة، دخل بناء عليها المستشفى ودخل بعد كسر في الجمجمة. نزيف الدم كان زي ما بيقولوا نزيف كتير جدا وكبير جدا، ولكن المستشفى قدرت ان هي في الاخر ان هي الحمد لله تسيطر على الوضع، او النزيف الداخلي اللي في المخ عند الشاب ده او الطالب الصغير ده. في الليلة او في المجمل كلها اللي احنا عايزين نتكلم عليه الجيرة والسكن، ده مهم جدا لما تيجي تختاروه يوم ورا التاني. كل واحد ليه حاجة معينة او ليه حد معين، كل واحد يقعد في شقته ويقفل على بابه. سلام عليكم، سلام ورحمة الله وبركاته. غير كده اعتقد مفيش. رقم واحد. رقم اتنين، واحد زي ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الخاص بمحل الكوافير، المفروض ان هو واخد محله اكل عيش بيسترزق منه. في الوقت ده كله المفروض ان هو لما بيعمل حاجة زي كده بيراعي حق الجيرة وحق الناس اللي ما بين وما بينه، علشان يستولي على قطعة أرض فضاء ويحط فيها حاجات معينة، أو الناس اللي هي بيجولوا ستات رجالة لمحل الكوافير ده المفروض ان هما بيركنوا عربياتهم في المنطقة الفضاء دي. المفروض ان المنطقة دي او الارض الفضاء دي شوية شوية الناس مستنية اصحابها ان هما يبنوها، ولكن الراجل ده علشان واخدها وحاطط فرض ايده عليها او سيطرته عليها او وضع يد زي ما بيقولوا، في الوقت ده حصلت الخناقة الكبيرة الهوجة الكبيرة بسبب ركنة العربية بتاعت الجيران. المفروض ان الجار او الجيران يقعدوا في المكان ده او يركنوا عربياتهم في الاماكن دي، ولكن الراجل ده كان رافض تماما وحصلت الخناقة الكبيرة. بناء عليها الخناقة كبرت وصلت لمرحلة كبيرة من التشابك، لغاية لما الولد اللي كان واقف ده وحده بعدها راح على طول علشان يفض الخناقة او علشان يشوف ايه. شومة محترمة نزلت على دماغه وكسرت له الجمجمة، والحمد لله رب العالمين زي ما قلنا قدرنا نسيطر عليها. في المجمل لازم نختار الجيرة قبل السكن، لازم نختار الأماكن اللي احنا نقعد فيها علشان الجيران دول هم اللي هيبقوا أقرب ناس لينا بكرة وبعده. واحد زي ده لما بيفرض سيطرته على مكان أو بيحط إيده أو بيضع إيده على حاجات معينة مش ملكه، المفروض إن هي ملك حد تاني والجيران بيستخدموها لغاية لما الراجل يبني العمارة دي. المفروض على الشرطة في الوقت ده كله إن هي تنفذ القانون بالحذافير زي ما بيقول. في المجمل برضو عايزين نقول حاجة، ان الشرطة قبضت على الراجل والعمال اللي شغالين في الكوافير ده اللي هم سبب الخناقة وسبب المصيبة وسبب الكارثة ان الولد ده يخش المستشفى. بعدها على طول بدأ التشميع في المحل، يعني المحل اتشمع تماما. النقطة الاخيرة اللي احنا هنتكلم فيها مهمة جدا، ياريت كل واحد يخليه في حاله ويختار الجار قبل الدار. السلام عليكم.